قانون الأحوال الشخصية كان بوصلة العديد من السيدات السوريات خلال ندوة حوارية أعدتها كل من جمعية سوريا المدنية بالشراكة مع جمعية نريد أن نفرح، والتي تضمنت طرح مسودة مشروع تعديل مواد من قانون الأحوال الشخصية. تعديلات وأهمية دعمها اليوم رح يكون محور حديثنا الصباحي مع ضيفتنا بالاستوديو الأستاذة رولا باش إمام، رئيس جمعية نريد أن نفرح. صباح الخير أستاذة وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، يسعد صباحكم. يسعد صباحك أستاذة رولا. خلينا نحكي بشكل عام عن المسودة وعن التعديلات المطروحة بهذه المسودة. المسودة بلشت بفعالية من جمعية سوريا مدنية نساء من وطني، كان في تعديل عدد كبير من المواد. بعدها نحن دخلنا على المشروع، درسنا المواد كتير، لقينا انه في شيء اهم من شيء، حددنا اولويات شوي للمواد لوصلنا لتقريبا 25 مادة بالتعديل. نعم، قديش يمكن مهم طرح المسودة وقديش برأيك هو اهم من القانون الحالي؟ خلينا نقول، وشو الفرق، شو هن الفروقات؟ المسودة طرحها كثير مهم. شو هن المحاور، الفروقات بين القانون وبين المسودة؟ هن محاور كثيرة، إذا بدي عددها حكينا بالزواج، بالطلاق، محكي بالحضانة، بالولاية، بالقوامة، بالسفر، سفر المحضون أو سفر الزوجة، بالوصية الواجبة. نحكى يعني إذا بدنا نكون منصفين، كان في حقوق جديدة لكل للطرفين، للأسرة كاملة إذا بدنا نحكي، للرجل، للمرأة، للزوج، للزوجة، للطفل، حتى للفتاة والصبي، لأنه حتى القانون بيميز أحيانا بين الفتاة والصبي. صحيح. من ناحية الورثة أو أي شيء تاني كمان يفتوا بهذا المجال، الميراث أكيد. هلا وقتها يعني وقتها بلشنا الدراسه اتفقنا على نقطه كثير مهمه، انه نحن الحدود الشرعيه ما نقرب عليها. كل شيء فيه نصوص قرانيه صريحه، صعب بالمرحله الحاليه نحكي فيه. فمثلا للذكر مثل حظ الانثيين، هذا ما قربنا عليه، هذا اعتبرناه نص شرعي. ولكن مثلا في ماده ثانيه بتقول انه البنت الانفاق عليها من الولي ل 18 سنه والصبي ليكتسب في امثاله، فهذا الشيء غير مصف بحق الصبي، ممكن أمثاله بيشتغلوا بال 15 سنة مثلا. فنحن رفعنا السن هون للصبي كمان ليصير 18 سنة، وإذا عم يدرس ليخلص دراسته وليكسب في رزقه من عمله. نعم، يمكن أي شيء بيمس بناء الأسرة وحماية الأسرة هو شيء كتير مهم، وخاصة بهذا الوضع يلي نحن عم نمرق فيه. يمكن كتير تفاصيل هي كانت على الرف لبعض لفترة لأنه انتهينا بقصص تانية. اليوم قديش مهم نرجع نحيي هيك قوانين، قديش مهم أنه نرجع نحيي أسر كانت رح تتدمر، ولكن بفضل قوانين وبفضل جهود عم تبذل عم ترجع يحيوا هاي الأسرة. هلأ كتير مهم أول شيء نعدل. حقيقة المجريات فرقت، المجتمع تغير، تغيرت تركيبته، تغيرت طريقة تفكيرنا، وعينا على كتير قصص يمكن ما كانت من أولوياتنا. نحن بنقول الحرب شيء كتير سيء، ولكن وعينا كمان تمام، وعينا على كتير نقط نحن ما كنا منتبهين عليها. هذا الشيء خلانا كناشطين بالعمل المجتمعي وكحقوقيين وكدارسين انه نحن في شيء لازم ينعمل بهي القوانين. في شيء انا عم شوفه مني ومن زملائي، في كتير تعديل لقوانين، في كتير طروحات، كتير ناس مفكرين عم يشتغلوا مسودات عم يطرحوها لجهات مختصة انه هذا القانون لازم يتعدل هون، هي المادة لازم تنشغل هون. نصيبنا كان حلو انه بالأحوال الشخصية مشروع كتير مهم، كتير الخصوصية عالية، ولا الصدى مهم من قبل الجهات المعنية. حقيقة الصدى كتير مهم، بس ما بعرف اذا لسه ايجابي او سلبي. لأنه الموضوع صعب، ما أنه سهل، ونحن كمجتمع أرائنا كتير مختلفة.
يعني نحن يوم ما كنا كشباب يعني خلينا نقول كشباب مواكبين حتى كتطور بزمن هلا زمن صح. اول غير زمن هلا في كمان في بدك تواكبي الفتره الحاليه حتى بالقوانين. يعني نحن عم نشوف هلا مثل ما انت حكيتي انه في طروحات تقدمت كمسوده وهي تعديل هي اجتهادات بالنهايه. انت قلتي انه نحن القانون العام ما فينا نقرب عليه الاساسيات اللي هي النصوص القرانيه والحدود الشرعيه، بس احنا شفنا اجتهادات. طيب مين اللي عم يحط المسوده؟ يعني هن المختصين، هن يعني عالم بتنظر للقانون باي شكل؟ تمام. هلا اللي حط المسوده كنا شراكه 4 جهات. جمعيه سوريا مدنيه كانت معنا الدكتوره روبا ميرزا، وكان في ناس مختصين من عندهم. من جمعيه نريد ان نفرح كنت انا، وكان معي المحامي لؤي شنودي، وانا والاستاذ لؤي كان عندنا تجربه سابقه برفع مسوده لتعديل بعض مواد قانون العقوبات متعلقه بالتحرش بالاطفال. مركز ميداد هو كمان شريك، هو مركز دمشق للدراسات والبحوث، هو الاول من نوعه، بيعمل دراسات بيعمل ابحاث مع مختصين. كان كمان معنا رابطه نساء سوريات، رابطه رائعه من نساء قديرات تاريخهم عريق، كمان شاركونا، وكانت معنا الاستاذه لويزا عيسى، ومن مركز ميداد الدكتور انصاف محمد. كان معنا محامين اخذنا اراءه مثل الدكتور نزير سنان، يعني انا ما لي حابه اذكر اسماء لانه ما ينتسوا اسماء. تماما. كان في كثير مختصين، كثير مفكرين. كانت وجهة نظرنا انه دائما كنا عم نحكي انه القانون ما بيحطوا النخبة بالاخير، مشان دائما الاتهام انه القانون بيحطوا ناس وبيتطبق على ناس، لا مو هي الفكرة ابدا. هدفنا كان انه نحط مسودة متناسبة مع كل الطبقات. نحن هلا بجمعيتنا عندنا ورشات وعي قانوني مع ناس كثير بسيطين، وعم نطرح عليهم هاي الطروحات وناخد آرائهم فيها. تمام. يعني عم نشوف أهمية كتير كبيرة لخطوة، وأهمية بتتركز على قانون الأحوال الشخصية. قانون الأحوال الشخصية هو طبعا دائما نحن بنشوف بالأصل العدلي قضايا شرعية هي أكثر قضايا متداولة، يعني بنشوف الزواج والطلاق هول القصص كتير مهمة. ليش تم التركيز على قانون الأحوال الشخصية دون ما القوانين الثانية، قانون تجاري، قانون مدني، حتى هو قانون الدولي عم ينشغل عليه، بس ليش ركزنا على الأحوال الشخصية؟ إذا بدي أحكي بالقانون التجاري والمدني، في مصادر تانية بتحكم، يعني إذا بدي أحكي كاختصاص في عرف، في قواعد تجارية، تمام، في قواعد كتير ممكن تحكم هذا القانون أكثر من أنه يطلع مجتمع مدني يحكي فيه. قانون الأحوال الشخصية مثل ما قلتي حضرتك هو بيمسنا، بيمس عيالنا، بيمسنا من جوا، مشان هيك كنا كمجتمع مدني عم نحكي فيه. هو بيهم كل شخص فينا مهما كان اتجاهه، مهما كان دينه، مهما كان طائفته. الطرح كان على العلن لأنه بالفعل نحن بحاجة نسمع كل الآراء. حتى نحن بعد الندوة اللي عملناها طلعنا بنتيجة أنه حتى نحن مختلفين، كنا عم منصة واحدة ونحن مختلفين، وهذا شيء كتير صحي أنه نحن نتحاور، نحن نتعلم نحكي، نحن نكون مختلفين، قوتنا باختلافنا. مو صح أنه نحن بس نكون كفئات اللي بنشبه بعض، لا، بالأخير بدنا نجتمع كلياتنا نتحاور نطلع بأجندة مشتركة لنا كلياتنا مفيدة لنا كلنا وبتحمينا كلنا. نعم. أستاذة رولا، حضرتك رئيسة الجمعية نريد أن نفرح، خلينا شوي نضوي على هاي الجمعية ونحكي عنها وعن ورشات العمل يلي أيضا بتقوموا فيها مثل ما ذكرتي من شوي. جمعية نريد أن نفرح هي جمعية شبابية تنموية تأسست بال2015 بـ99. كان عندنا مشاريع وحملات كتير، تركيزنا الأكبر كان على الطفل بحملة كرمالك، هي حملة لحماية الطفولة، وكمان كان عندنا مشروع للمرأة المعيلة، هي المرأة اللي فقدت زوجها ما بتعرفه عايش ولا ميت، هي طلعت وبدها تشتغل، غالبا بيكونوا كتير مدمرين نفسيا، غالبا هن بسيطين مو متعلمين، فكان عندنا كجانب مجتمعي ورشات دعم نفسي وقانوني لهم بالإضافة لتأمين
عاطين فرصات عمل لهم مع أكبر شركات ومعامل بالبلد. كدعم قانوني اشتغلنا، يعني هذا الشيء اللي بحب ضويه لأنه هذا الشيء اللي بيشبهني أكثر شيء، إنه رفعنا مسودة بحملة كرمالك لتعديل بعض مواد قانون العقوبات، هلأ هي بحضرة وزارة العدل، هي تقريبا 10 مواد لرفع عقوبة المعتدي على الطفل يلي كانت بحالات معينة توصل للسنة. رفعنا العقوبة لتوصل للمؤبد أو للإعدام بحالات معينة. اليوم شغلنا بقانون الأحوال الشخصية ألطف بكتير، هو مع المرأة، هو مع الطفل، هو مع المحضون، هو مع الرجل يلي طالبنا بالمسودة بنفقة له إذا زوجته كانت مقتدرة. يعني لازم ينبسطوا هلأ جميع الرجال بهيدا المسودة يلي المفروض المفروض بالفعل كانت المسودة منصفة. أنا كنت كتير حريصة أنه ما تظهر المسودة بس للمرأة، لأنه الرجل حرام، الرجل موجود والرجل له قوة، والرجل هو اللي عطانا حق بيوم من الأيام، عطانا حق الانتخاب وعطانا كتير أساس. أكيد. يعني في ظل هي الطروحات والتعديلات والمسودة، برأيك أنتوا كفريق متكامل طرح مسودة قانون جديدة، طبعا مثل ما بنعرف نحن قوانيننا كتير قديمة ومأخوذة عن قوانين تانية، قديش بدها وقت لتكون حيز التنفيذ؟ والله نحن بنقول شغلة دائما الذكاء بالإخراج، يعني كيف هلأ منطلع المسودة وكيف بنقدر نوصلها لجهات مختصة. نحن وقت حطيناها كنا كتير حريصين انه ما نقرب على اي حد شرعي، لما حدا يقول هذا شيء مخالف للشرع، لا هذا شيء ما مخالف. الاوقاف هي شريك معنا، وزارة العدل هي شريك معنا، جهات مختصة كتير هي شركاء معنا، لازم المجتمع ككل يدعمنا، لازم يناصر هاي القضية ويناصر انه المرأة تاخد حقوق اكتر والرجل ويتعدل القانون. القانون صار له من سنة 59 ايام قدري باشا، بظن بكفي بالقرن 21 نمشي على قانون هالقد قديم. بدنا شيء متوافق مع تطور العصر، بدنا شيء متوافق مع احتياجنا المجتمعي ومتوافق مع كل الحدود اللي بنحترمها. نعم استاذه رولا، يمكن كثير مهم مثل هيك طروحات وتكون مثل ما ذكرتي من المجتمعات تشمل جميع الفئات، مراه شباب، يعني بتعنى بالاسره بكامل يمكن اطيافها واعمارها وفئاتها الاجتماعيه. اليوم قديش مهم انه نجتمع نحن نعدل، انه نحن نطرح شيء جديد بمسنا، نطرح شيء جديد بيطورنا، نطرح شيء جديد بخلينا نعيش حياة أروع. اليوم بنقول شغلة بالمجتمع الأهلي والمدني، الموضوع كله متجه للتشاركية. للأسف العمل القديم كان جدا محترم، بس نحن كشباب بنقول الأسلوب القديم يلي كل واحد يشتغل لحاله هذا ما بقى يمشي حاله. هلا الأيام متجهة للتشارك، للشراكات، للتجمعات، للقوة، لازم نتعلم لرأي الشارع، لرأي المواطن، أكيد لازم نتجه إنه نحن نسمع بعض، لازم نتجه لشراكات قوية، لازم نتجه للناس اللي هي بتعطينا القوة. بالنهاية إذا أنا قد ما كنت شاطرة وطلعت مسودة قانون رائعة، إذا القاعدة الشعبية رفضت هاي المسودة فهي ما رح تمشي، وخاصة بالأحوال الشخصية، لأنه بكل بساطة في روح عند الشيخ ويقول له الشيخ أنا بفتي لك هذا الموضوع ولو القانون عكسك. فبالنهاية بدنا شيء منطلق من الدين، من المجتمع، من الشارع، من المفكرين الطرفين، وبمصلحتنا كلياتنا. نعم أكيد. نحن كتير بدنا نشكرك، نتشكر كمان كل الجهود والشركاء يلي كانوا مرافقينكم بمثل هيك فعالية، وإن شاء الله هي المسودة تنال النور وتنال الصدى، صدى صوتكم، صوت المواطن السوري اللي حضركم عم تعكسوه على ليتنفذ على أرض الواقع. شكرا كتير لك. شكرا لكم. أكيد متشكر حضورك الأستاذة رولا باش إمام. إن شاء الله يا رب التوفيق، وإن شاء الله قريبا منشوف هيدا القوانين مطبقة. شكرا. يسعد صباحك وشكرا لك. صباحك.